ايه هي الاهداف الاستراتيجيه، اهم الاهداف الاستراتيجيه لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ عايزين نعرف ايه هي خطوط العمل في هذه الاستراتيجيه على مدار الثلاث سنين اللي جايين ان شاء الله. احنا حاطين لنفسنا استراتيجيه ليها الاول مجموعه محاور. اول محور هو اصلاح البيئه التنظيميه والتشريعيه، عشان الناس ما تقعدش وقت كتير عشان تعرف ايه ترخص وتأسس شركاتها وتتعامل مع الدولة في الأمور اللي من هذا النوع. والقانون اللي احنا اتكلمنا عنه كان خطوة هامة جدا في هذا المحور، يعني أو إنجاز واضح لنا في هذا المجال. البعد الثاني اللي احنا بنشتغل ايه، احنا دايما بنقول ايه هي المشكلة ايه عشان المشروعات تنمو. الأول البيئة، ما أنا هاجي هعمل مشروعات ازاي والحكومة بتعرقلني وبتضايقني وما بتدينيش أماكن، هيبقى فين المشروعات؟ فدي بنحلها. طيب البعد الثاني اللي بنركز عليه الشخص. الناس في مصر في حاجه اسمها ثقافه رياده الاعمال. المصريين يعني في انطباع ساعات ان الناس بتخاف من المخاطره وكده، فاحنا بننمي ثقافه رياده الاعمال، وبنطلب ان المناهج التعليميه من المدارس وفي الجامعات يكون دايما فيها مكون خاص ان رياده الاعمال دي احد البدائل المتاحه وانها حاجه كويسه. ما هياش رجل اعمال مش ما هوش معناه انه نصاب او حرامي مثلا. من ثلاثة الثقافة العامة. فده تغيير الثقافة. بالإضافة وتغيير الثقافة ده ممكن يتم تناوله في الدراما، وممكن يتم تناوله أيضا في المسابقات اللي بيتم الإعلان عنها والناس بتشجع ونشر قصص النجاح والحاجات اللي زي دي. بالإضافة إلى إكساب مهارة ريادة الأعمال نفسها، ودي البرامج اللي أنا شرحتها لحضرتك اللي هي برامج ريادة الأعمال اللي بعلمك إزاي تعمل فيها دراسة جدوى ومشروع وتدرسه وتديره وايه البيئه المحيطه بيك والكلام ده كله. فده المحور الثاني اللي احنا بنشتغل عليه، اللي هو خلاص بنظبط البيئه التنظيميه. طيب عايزين الناس تبقى بتعتبر ان مش كله هيطلع مصر. لا عايزين الناس تعتبر برضه تنميه ثقافيه في هذا المحور. فتنميه ثقافيه في هذا المحور. والبعد الثالث تنميه ثقافيه وتعليميه كمهاره، يعني ايه رياده الاعمال؟ اللي هو طب الخدمات ماشي، بيئة كويسة والناس عايزة تعمل مشروع، في حد يقدر يساعدني؟ دي بقى اللي تيجي تحتها ايه؟ نهتم بخدمات التمويل والخدمات الغير مالية اللي احنا اتكلمنا عنهم، الاقراض، رأس مال المخاطر، منتجات تمويلية اخرى، التسويق، المعارض، كل ده خدمات بنقدمها عشان طيب الناس عايزة تعمل والاماكن موجودة والرخص بتطلع وكل حاجة، اكيد محتاجين ايه؟ دعم سواء تمويلي او غير تمويلي. فده دايما استراتيجيتنا بتتناول المحاور دي، وبنركز على قطاعين مهمين قوي. القطاع الخاص بالانوفيشن، عشان احنا مش هنقدر نعمل الكلام ده لكل الناس مره واحده يعني، فبندي اولويات. فالاولويات دايما برضو الانوفيشن بياخد اولويه كبيره، سلاسل القيمه او الحاجه اللي مرتبطه بالتصدير او تقليل الاستيراد ليها اولويه كبيره، المرأة ليها أولوية كبيرة. ففي يعني دي المحاور، بس بنستهدف دايما فئات أو قطاعات معينة. بنشكر الدكتور طارق شاش النائب الرئيسي التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. النهاردة من خلال 16-7-33 تقدروا تتواصلوا مع جهاز تنمية المشروعات، تعرفوا إيه هي تفاصيل أن أنتوا تقيموا مشروع، الخطوات التنفيذية، دراسات الجدوى، المساعدات اللي ممكن يقدمها الجهاز لكل شبابنا عشان يتوسع في مجال الصناعة ومجال المشروعات الصغيرة وتجاريا وصناعيا. ونشكركم متابعينا ومتابعين منصة قارة إخبارية، وعلى لقاء آخر مع ضيف آخر إن شاء الله.